ريتو قيس سعيد نحى شيري القضاة؟ لا ما نحاش شيري القضاة، نحى امتيازات المجلس الأعلى للقضاء. اي من الاخر شنو هو المجلس الأعلى للقضاء؟ المجلس الأعلى للقضاء اللي عملوا دستور 2014 وتم انتخاب الأعضاء متاعه لأول مرة في أكتوبر 2016. المجلس هذا فيه 45 عضو يمثلوا عديد الهياكل. من مهام المجلس هذا تسمية 4 أعضاء في المحكمة الدستورية، ينظر زادة في المسائل التأديبية، في الترقيات وفي نقل القضاة، وينجم يقترح دي ريفورم فيما يخص العدالة التونسية. المجلس الأعلى للقضاء ما جابوش دستور الذي أكله الحمار، خاطر حتى قبل 2011 كان فما مجلس أعلى القضاء، أما الفرق أنه رئيسه هو بيدو رئيس الجمهورية. شنو معناه؟ السلطة التنفيذية كانت مسيطرة على القضاء. المجلس الأعلى القضاء كمؤسسة بالطبيعة من الحاجات اللي بحناهم من ثورة 2011، وحتى وكان فما أنديس فونكسيونمون مش معناه المؤسسة هذه لازمها تطير. علاش؟ خاطر المجلس الأعلى القضاء ماهوش مصرنا زايدة باش نحيوها نقوله ما تصلح في شيء. خاطر القضاء ما لازموش يحكم على العباد من غير دوسيات. خاطر من الآخر ريت اللي باش يسيطر على القضاء راهو بعد عوام باش يلقى روحه هو بيدو في نفس المصيبه، باش يجي وكم ش يسيطر على القضاء ويقعد هكاك هو المجلس الاعلى للقضاء. يا دي المجلس الاعلى للقضاء يا ولدي، المجلس الاعلى للقضاء، المجلس الاعلى.